ايه مع حضراتكم في احتفالنا بابطال كاس مصر السيدات؟ الحقيقه تاني مره او تاني لقب على التوالي. بنرحب بكابتن موسى علي مدير اداري قطاع السيدات لكره السله. اهلا بك يا كابتن موسى. انا كابتن هيثم. والف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن هيثم. مدربي العزيز اللي بعتز بيه جدا جدا. الله يخليك. نورنا وبشرك. الله يخليك. اكيد معانا كابتن مشير الرشيد اداري الفريق. والحقيقه اللي كانت اخر مباراه يعني كنت بشفق عليها جدا 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 من الشد العصبي. منورانا يا كابتن. الله يخليك. والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. ومعايا طبعا الدكتوره ريهام انور. انا عايز اقول طبعا دكتوره ريهام انور اخصائيه علاج طبيعي. انا عايز اقول لكم ان الناس طبيعي يقول لك دكتور او الدكتور الفريق اللي بيبقى مع الولاد بيتعب اكتر. لا، مع البنات في او مع السيدات تعب تاني خالص. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا وسهلا بيك. منورانا. والحقيقه دورك باين وشغلك باين في الاصابات وتجهيز اللاعبات. ربنا يخليك يا رب. الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. معانا كمان لاعبه الفريق رنا علاء. ازيك يا رنا؟ منورانا. ازي حضرتك؟ ان شاء الله يعني بدايه مع الفريق وانطلاقه ان شاء الله الى الامام باذن الله. ان شاء الله. ابتدي مع كابتن موسى. كابتن تاريخ كبير، تاريخ عريض جدا مع كره السله في النادي الاهلي كلاعب ونجم كبير، كمدير فني سيدات فترات طويله طبعا. ودلوقتي مدير اداري طبعا الفريق وليك دور كبير في الفنيات حتى مع جهاز. كلمنا عن الانجازات من ناحيه البطولات. طبعا اي عمل بيبقى فيه جزئين، جزء مباشر اللي هو مع المدير الفني والمدرب، وفي عمل اخر وهو العمل الاداري. تمام. وطبعا العمل الاداري ده هو انا هتكلم عنه. طبعا الجزء الفني كابتن ايهاب وجاد هم مختصين بيه. بالنسبه للعمل الاداري ده من اول مجلس اداره النادي، وبعدين نشاط رياضي، وبعدين التنفيذيين بقى اللي هم الاداريين او انا كمدير. بالتالي بنبقى جنود مجهولين، ما بيبقاش دايما متسلط علينا الضوء. طبعا بيبقى دي شيء طبيعي جدا. وعمل نجاح هيجي غير من نجاح اداري واستقرار. وطبعا انا الحمد لله يعني بحكم خبرتي انا بقى لي 45 سنه في النادي من لعيب ومدرب ومدير فني واداري، فكسبتني الخبره ان انا اتعامل مع الناس. صحيح. وبقت تسهل لي كمان حتى التعامل في النادي ان الناس عارفاني والناس بتاع، ففي امور كتير بتسهل وبالتالي بينعكس على اداء الفريق. ما بقاش في مشاكل، ما بقاش في بتاع. وطبعا بحكم برضه ان انا جزء فيا ناحيه فنيه مع كابتن ايهاب بنبقى برضه في مشاورات فنيه. صحيح. وده طبعا ادى الانسجام للفريق، ما بقاش في مشاكل الحمد لله. لا، كابتن مدير اداري لما بتقول لحضرتك الفني كمان يعني مدير اداري عارف كمان الاداريات وكل النادي يعلم تماما مين كابتن موسى في نفس الوقت فنيا ما شاء الله عليه. هل الموضوع ده بيبقى تركيبه في الاخر بتصب في مصلحه الفريق؟ طبعا ما بقول لك انعكس بعد كده بقى ان بقت في مشاكل الحمد لله، وان اي حاجه حتى لو في مشكله بنقدر بنسهلها. طبعا الناس بحكم خبرات الواحد بيقدر يخش من الطريقه او بيتعامل بالطريقه اللي هي تؤدي لسرعه الانجاز مش التاخير. طب كابتن، بدون ما اعرف اسرار او اعرف يعني امور يعني تخص الجهاز، مستعدين للسنه الجايه؟ مستعدين لعقود اللاعبات؟ مستعدين لدعم الفريق لو محتاجين دعم؟ يعني الامور الاداريه دي اللي اكيد حضرتك وكلت بيها مستعدين ليها، ولا احنا مركزين اكتر في السنه اللي دي لسه؟ لا، هو طبعا اكيد بيبقى في اي فرقه بتبقى ليها بعد نظر، وان انا مثلا انا السنه الجايه عايز سواء بقى اولاد او بنات بيبقى عايز السنه الجايه انا محتاج المراكز دي وكده، بيبقى ده في الحسبان. بس طبعا ما بنقدرش نشغل بالنا بيها دلوقتي. صح. على ان انت داخل على بطولات وكذا بيبقى نوع من التشتيت. صحيح. فانما اكيد محطوط بكذا وكذا وكذا. وطبعا النادي عامل عقود للبنات، ودي حاجه عقود ما فيهاش مشاكل فيها، ماشيه في سكتها عادي. بتبقى وجهه نظر المدير الفني ان كل لعيبه حسب اجتهادها وحسب خبراتها وحسب انجازها بتاخد التقدير اللي هو الذي بيقدره. صحيح. طب كابتن قول لي يعني بكل امانه، ايه اكتر تحدي من الناحيه الاداريه واجهكم في بدايه السنه او اثناء السنه؟ يعني هو اصل العمل الاداري بيبقى نوع عمله زي ايه؟ في روتين شويه. بيبقى في لوائح، بتبقى في نظم. بتهيألي الموضوع جوه النادي الاهلي بيبقى مدروس، واللوائح والاطر التنفيذيه اللي بتتحط من قبل مجلس الاداره بتبقى مدروسه جيدا، ولو في فيدباك بيسمعوها. يعني متهيألي في قنوات حتى شرعيه. انا بقول لحضرتك الحاجات دي بتبقى محفوظه، انما مثلا قد تكون بتصادفك مشكله معينه
فبالتالي انت بطريقتك بتوصلها للمسؤول سواء عن طريق النشاط الرياضي سواء مجلس الاداره. طبعا النشاط الرياضي هو اللي بيوصلها لان انا بتعامل مع النشاط الرياضي. في لينك في النص في النادي الرياضي في النص في تسلسل في النادي الاهلي وده احنا بتعلمت يعني بال 45 اتعلمت في النادي في اسس لازم كل واحد ما بيتعداش الاسس دي. فبالتالي انا ببلغ النشاط الرياضي بناء عليه هو بينقل الصوره اللي انا عايزها. صحيح. وبتحل المشاكل. صحيح. والحمد لله النادي الفتره دي ما فيش اي مشكله الحمد لله بيسر كل حاجه. صحيح يا كابتن. دكتور انت عليك دور كبير جدا والحقيقه يعني شفنا وجود اصابات اثناء الموسم وبدايه الموسم وشفنا اعدادهم وتجهيزهم ورجعوا الملاعب الحمد لله تاتش وود بدون مشكله. يعني الواحد بيبقى حاطط ايده على قلبه لما لعيب بيرجع من اصابه ويمكن انت اكتر واحد عارفه ده واللي لعب رياضه عارف ده. اي واحد راجع من اصابه وما تعدش كويس ممكن الاصابه ترد عليه بتبقى اعنف من الاول. كلميني عن المشاكل اللي قابلتك طول الموسم مع الاصابات وقولي لي عن اكتر الاصابات اللي بتتكرر كمان مع فرقه او فريق السيدات. والله هو احنا عدينا فترة كده معينة خدنا كمية اصابات كده محترمة شوية. ممكن اصعب الاصابات طبعا او اكتر الاصابات اللي بتواجهنا طبعا الانكل سبرين هو ده التواء الكاحل. التواء الكاحل بالظبط. ده اكتر اصابات بنلاقيها يعني واخرها طبعا تقع. انت كل دكتور بيختلف في علاج السبرين انكل عن الدكتور التاني. يعني انا على المستوى الشخصي كنت بعالج نفسي موضوع سبين انكل بس الامور اتطورت دلوقتي. انت بتلجئي لايه في العلاج مع يعني سبين انكل بتلجئي له ايه عشان بسرعه اللعيب ريكفر والورم يروح ويقدر ينزل الملعب؟ إيه والله هو على حسب هو وصل ليفل ايه يعني بتقسميها ليفلات الاول بالظبط او هو جريد كام. يعني الانكل سبرين ده هو جريد كام. هي يعني مثلا اخر اصابه كانت تقع جالها قطع في اربطه الكاحل ومتجبسه وتقريبا هتفك الجبس. لا هتفك الجبس تقريبا كمان اسبوع وهنبدا معاها علاج تاهيلي مكثف على فكره ممكن يلعب قطع عادي. انا كان يعني انا كان عندي قطع في رباط ولكن والله مع البنات دي بتبقى صعبه شويه. وبعدين هي فعلا كان عندها يعني ورم جامد قوي في الرشح جامد قوي جدا ده دكتور. جدا. وان شاء الله هتفك الجبس كمان اسبوع تقريبا. نشتغل معاها مكثف كمان مكثف كمان عشان ان شاء الله تلحق الدوري. طيب الاصابات زي منا يحيى زكريا برضو شفنا يعني جزع في الغضروف وشفنا انا متابع متابع كويس وشفنا برضو دينا عمرو الخلفيه فتره من الفترات الاماميه شو لا معلش انا بقى دي فادتني مش مذاكر كويس. طيب يعني قولي لي الاصابات برضو اللي قابلتنا الموسم كله وقولي لي بسرعه كل لاعيبه كان حالتها ايه يعني زي ما تقولي بريفنج صغير كده. تمام. في عندنا دينا عمرو جالها زي مش اجهاد بس هو زي اوفر يوز كده شويه وصلش للشد مثلا لا هي كانت شد جامد قوي في الاماميه في العضله الاماميه. سهيله جالها زي جزع في الرباط الخلفي الصليبي ودي قعدت شهر تاهل طولت شويه طولت شويه ما كانتش عندنا منى يحيى جالها سهيله شفناها في الماتش اللي فات ما شاء الله عليها. ما شاء الله عليها. ده دورك بالظبط. في كمان منى يحيى جالها اللي هو قطع جزئي في الغضروف الخارجي وقعدت 3 اسابيع ناهله وعملنا شغل جامد جدا انا وهي وبصراحه هي مجتهده جدا يعني من اللعيبه المجتهده جدا اللي بتحافظ على نفسها. منى راجل بصراحه يعني بصراحه جدا بتحافظ على نفسها وملتزمه وبتحاول بشتى الطرق تكون في الملعب وتاخد دورها وتلعب وتقى موجوده بالعكاز. احنا شايفين تقى بالعكاز مش دي صوره تقى دكتوره صح؟ يعني حتى كانت بتشارك اللحظات الف سلام عليك يا تقى ان شاء الله ترجعي بالسلامه وما تقلقيش كلنا كان انا عندي قطع في رباطين عادي يعني الانكل ما فيش مشكله يعني ده هي بعد الماتش بتقول لي انا نزليني بسرعه انا عايز انزل بسرعه والله جدا بعد الماتش قالت لي كده يا رب ترجع بالف سلامه ان شاء الله باذن الله. والله هنعمل يعني اكتر حاجه اكيد اقدر عليها عشان تنزل ان شاء الله بسرعه. طب واخبار يا دكتوره بقى الاصابات كسر الضافر والحاجات بتاعت يعني طبعا التمرين ده في كسر يعني شوف انا يعني ما بقولش كلام لا والله لا خلي بالك برضو يعني ما احنا لازم نقول خلي بالك احنا ورينا بكل ده بس انا ما كنتش بقول ضفر بصراحه بس البنات طبعا اكيد الضافر بضفر الكسر. طب يا دكتوره ولا بيشوف لي حل فانت بتعملي ايه في الحاجات البسيطه دي بقى؟ والله انا لازم اتعامل معاهم. صحيح لازم اتعامل معاهم بالظبط. وبعدين انا صاحبتهم جدا نعم انا عارف واضح انا بشوفك قاعده معاهم على البنش وهزار وضحك وحتى انت حتى في السن مش بعيد عنهم يعني تقريبا. وقولي انت لعبتي باسكت يا دكتوره ولا لا؟ لا ما لعبتيش باسكت بس حبيت الباسكت؟ هنلعبك طب خلينا نروح طبعا لكابتن بشيره. خليني اقول انت طبعا انا مش بقول هذا الكلام انت من اكفى الاداريات اللي شفتهم في حياتي. الله يخليك حقيقه الله يخليك. وشفتك حتى في كاس العالم اللي فات كنت مشاركه والاتحاد السله استعان بيك الحقيقه وقمت بدور كبير جدا.
الله يخليك يا كابتن حسام. حبك للاداريات دي جا منين؟ هي بص انا اصلا كنت بلعب باسكت طبعا عارف. بس جت يعني بايلك كده دكتور سميه في اتحاد السله وكده عضو مجلس اداره السابق فراحت التربيه الرياضيه بالظبط فقالت لي تعالي وكده وخليكي معانا ومش عارفه ايه فدخلت المجال عجبني جدا طبعا فعلا. جدا لان انا بعشق كره السله لعيبه طبعا سابقه وعارفه والمجال بتاعك مش غريب ولقيت نفسي فيه بصراحه يعني انا اصلا ما كنتش بشتغل بس لا لقيت نفسي في بس اعصابك يا كابتن مش عايز اقول لك على البنش يا خبر ابيض يعني بص كابتن بشير يا جماعه اللي شايفينها بتضحك والابتسامه لا في الماتش قصه ثانيه ببقى ماسكه نفسي لان اوريدي كابتن ايهاب يعني بيتنطط على لاين جامد صحيح. وبنقعد نجيب كابتنجات فالواحد بيمسك نفسه بالعافيه بالظبط. طب قولي لي يعني انت في الشغل الاداري خلينا نتكلم يعني اكتر انت قلب الفرقه الاداري بتتحركي وبتروحي وبتيجي في المعسكرات الخارجيه كلميني الاستعداد يعني اللاعبات بتيجي الصبح عندهم سفريه بيركبوا الباص بيمشوا مش عارفين ايه اللي بيحصل بالزبط. لا احكي لي بقى لو عندنا سفريه بره عندنا بطوله عندنا دوره مجمعه احكي لي بتعملي بتستعدي لها ازاي هو هقول لحضرتك بس كانت المشكله في اللي اتقابلنا لما انت كنت حضرتك بتسال كابتن موسى ان بنفاجئ بالماتشات بتاعت مثلا الدورات المجمعه طبعا عارف ان الدورات المجمعه بيبقى لازم معسكر ولازم صحيح. نتمرن على ارض الملعب فكونك انك تعرف ان انت بعديها بيومين مسافر في دوره مجمعه فلازم تلحق بقى تحجز الملعب وتحجز الفندق وممكن ما تلاقيش مكان في الفندق في الوقت. طب بتلاقي بالزبط. استجابه سريعه جوه النادي الاهلي طبعا طبعا وهم حتى يعني احنا مثلا الـ 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 الجواب بيجي لنا على الواتس اسرع من الفاكس برافو يعني فبنتصل فبصراحه بيستجيبوا على طول وبنحجز بيجيبوا لك مخصوص لا بيحجزوا لنا على طول لغايه ما يجي حتى الفاكس بيتاخر من الاتحاد وكده فبيحجزوا على طول. طب الاوتيلات الاستعداد للسفر الباص اللي بيجي ياخد البنات يعني بالتليفون والله كل ده بصراحه بيتجاوبوا معانا بالتليفون مواعيد الاوتوبيسات وكل شيء بالميعاد بالوقت بالظبط لغايه يعني عشان بيبقى بس الوقت مش بيسعف معانا فبنشتغل بالتليفون وعلى بقى ما نروح مثلا الصبح بقى ونبتدي نشغلها ورق. طب قولي لي هكلمك يعني بصراحه انت اشتغلتي مع المنتخبات واشتغلتي ايضا مع النادي الاهلي كلميني يعني اني اتعب او اسهل في الشغل يعني قولي لي انت بتحسي ان الامور بسرعه انا بتكلم على مستوى المنتخبات طبعا بيبقى شهرين ثلاثه في السنه ومطلوب بطولات كتيره النادي الاهلي الموسم كله شغالين تسع شهور مين اللي بياخد مني مجهود اكتر؟ مجهود؟ مجهود لا المنتخب منتخبات عشان بيبقى وقت ضيق يعني المنتخب ومعسكرات وبيبقى تمارينه الصبح وبعد الظهر وممكن ثلاث تمارين في اليوم كده لا بيبقى المجهود اكتر الدنيا مضغوطه كمان يا كابتن بالظبط في المنتخب بيبقى المجهود اكتر ولو في سفريات الاعداد بيختلف كمان او الاعداد للسفر بيختلف بالظبط اجراءات السفاره والسفر والقرار الوزاري وكله انا عايز اقول لك بيزيد على ده بقى الولاد الجيش يعني موقف التجنيد فانتوا في البلد مرحومين يعني مرحومين حته مفيش. الموقف التجنيدي والشهادات الموافقات والقصه دي كلها دي برضو بتريحكم كتير لا خالص طب قولي لي انت شايفه ايه في الفرقه يا كابتن مختلف عن ما قبل يعني انت عاصرتي اجيال وشفتي هنا وهنا وهنا شايفه ايه اللي يميز فرقه النادي الاهلي بامانه الروح يعني بصراحه من ساعه ما جه كابتن ايهاب وهي يعني لامم البنات صحيح. روحهم صحيح. وكان فرق لان يعني مثلا قبل كده كان في برضه عناصر كويسه في النادي زي مثلا سلعاوي وسافرت امريكا وما شاء الله لعيبه هايله بس كابتن ايهاب وكابتن جاد لامين البنات والروح عاليه جدا 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 وما فيش حته ان حد بيزعل انه ما لعبش ان هو ما لعبش او حتى ما اتحطش في السكور صحيح المكسب بيجي منه هو ده اللي بيفرق معانا فعلا بالظبط ان شاء الله ربنا يكرمكم وتستمروا وتنطلقوا بقوه الصاروخ ان شاء الله انا زيك قولي لي بقى يعني انت طبعا صغيره ولسه طالعه مع الفريق وعندك امكانيات كتير وعايزه ليكي طموحات يعني كلميني عن التدريب كلميني عن احساسك انت عايزه تعملي ايه كلميني عن يعني عن الفرقه ككل انت شايفه عايزين تروحوا فين بعد سنه واتنين عايزين بطولات تاخدوها ايه الجديد اللي ممكن تعملوه الجديد ان يعني احنا ان شاء الله عايزين خلاص السنه دي ناخد ثلاث بطولات على طول بعد كده نبقى خلاص ده اساسي ثلاث بطولات ده احنا على طول بنتكلم فيهم عايزين بقى نبتدي ندخل بطولات افريقيه طبعا بطوله عربيه نستضيف يعني انت عندك حتى الطموح دولي مش بس نقول محلي بس عشان نروح محلي
لازم اخد بطوله واثنين وثلاثه واكون ذا بيست زي ما بيقول. أيوة اكون جوه مصر ذا بيست. طب يعني خلي بالك انت في اجيال ما شفتهاش. الاجيال دي راح بطوله عربيه مع الاهلي، كان كابتن طه الغنام مدير فني وكان جيل كويس جدا وراح خد بطوله عربيه بره. عندكم الطموح ده؟ يعني انا حاسه ان كمان احنا نقدر يعني نعمل كده. برافو عليك. ان احنا شاركنا على المنتخب قبل كده كنا احنا صغيرين في بطوله عربيه وكنا حاسين لو احنا بننافس واحنا صغيرين، فلو احنا فرقه الاهلي دخلت احنا ممكن نكسب كل الناس دي. كان تقريبا من سنه كده او حاجه كنا تحت 18 سنتين. 2016 نادي السويد 6 اكتوبر كان منتخب ناشئات. دخلنا مع الفيرست حسينا احنا بننافس معاه، فلو فرقه الاهلي. خلي بالك البطولات العربيه في حاجه رن اجانب، هتلاقي لبنان جايب اثنين اجانب وهتلاقي الفرق اللبنانيه جايه وهتلاقي الفرق التونسيه جايين بافارقه. بس يعني كان لحد ما يعني كان السويد كان بيلعب تقريبا لوحده ومعاه اجنبيه واحده واخدوا البطوله، فاللي هو يعني احنا نقدر. لا نقدر. بس خلي بالك خلينا نتكلم بامانه، الباسكت في الفتره اللي فاتت السيدات عامل طفره كبيره الحقيقه، والباينه من النتائج يعني تنزل مباراه مش عارفين يكسب، دي نمره واحد. نمره اثنين السكور العالي اللي بيجي بالحقيقه، يعني في فرق البنات بتوصل 80 و90 ما بتوصلش في الاولاد. ولاد سيمي فاينل 61 59 في الفرقتين في الاثنين سيمي فاينل، يعني في امتاع اكيد. ده ما جاش من فراغ، اكيد في تمرين في شغل في فرق ثانيه. شايف اربع خمس فرق اللي بينافسوا مين اربع؟ يعني مين الاربع خمس فرق اللي تبقى حاسه ان دول نبقى قلقانين واحنا بنلعب؟ يعني هو تقريبا طبعا كله بنحط له حساب، بيبقى طبعا هو رايحين مستعدين. مثلا في سبورتنج، سموحه، شمس، دلوقتي هليوبلس، جزيره. سموحه خد ثالث الكاس والغابه خد رابع الكاس. والغابه يعني برضو لسه محافظين على نفسهم السنه اللي فاتت. هم بيعملوا يعني دايما معانا ماتشات جامده قوي في الاول لحد ما بيجي بقى احنا من فوق شويه. لا فرق الخبرات وفرق الامكانيات كده. طب قولي لي بامانه مين في الفرقه بيعجبك لعبه معاك؟ زمايلك كلهم طبعا زمايلك واكيد طبعا بينكم وبين بعض يعني حب وموده، بس خليني اقول ايه ال في لعيبه انا كنت في الفريق احب اقول اللعيب ده انا عجبني الكاركتر بتاعه. مين عندك في الفرقه شايفه كده؟ محدش يزعل بقى. لا مين؟ حاجه يعني مثلا دينا عمرو، نور علي طبعا كابتن الفريق. نور علي طبعا بلعب معاها من زمان قوي وانا صغيره فانت عارفه. بحب العبها قوي. طيب و خلينا نقول ان انا على المستوى برضو المشاهد بحب جدا مثلا لعب هاله طبعا. ولعب ريم. بحس سيبك من اللعب كفنيات، كلكم فنيات، انت مستواك رائع، كل البنات مستوى كويس، بس انا بتكلم على الاحترافيه. بحس في الملعب ان هم محترفين. يعني الموضوع ده عايز اشوف الفرقه دي كلها، انتوا حاسين بده ولا مش حاسين ان هو موجود؟ يمكن عشان هم لعبوا بره. بس انتوا حاسين بده ولا احنا بس اللي حاسين بيه؟ لا هو احنا كمان حاسين، كمان حسينا بيه في الاول اول ما جم خالص، يعني هم كانوا بيلعبوا بستايل غيرنا. ازاي؟ ايه الفرق؟ يعني مثلا في سرعه، ممكن تكون بتفكر في حاجه غير اللي انا بفكر فيها كده. فقعدنا بقى شويه على ما خلاص ظبطنا، بدانا نفهم بعض خلاص، بدانا نفهم ريم بتفكر في ايه، فهباصي كذا، هاله بتفكر في ايه، هتعمل كذا كده. والالتزام كمان يا رنا، هي الالتزام هم اكيد اكيد في التزام. التزامين التزامين روحهم عاليه جدا. وبعدين طبعا خبراتهم اللي لما بيلعبوا بره كتير ده بتكتسب لهم خبرات عاليه، وبالتالي بقى عندهم ثقه ان هم ممكن في اي وقت لما بيلعبوا مش فارق معاهم وبيأدوا كويس. خليني اقول بس للساده المشاهدين برضو عشان اللي ما يعرفوش، في يعني في الفرقه ريم موسى كانت محترفه في التشيك وخدت مع فرقتها السنه اللي فاتت بطوله اوروبا. والحقيقه ريم كانت اول لاعبه مصريه تحصل على بطوله قاريه في اوروبا مع فرقتها. يعني لو قلنا كل مستوى السيدات ما فيش في لعبه جماعيه، احنا عندنا في اليد ايضا عندنا مروه وعندنا عندنا في لاعبات بره محترفات ولكن ما خدوش كاس اوروبي. احنا عندنا ريم خدت كده، عندنا هاله كانت في جامعه في امريكا ورجعت احترفت في لبنان سنه وجات لنا. يعني بتهيألي يا كابتن اول مره تشوف ده في البنات. وعندنا السلعاوي نادين السلعاوي. نادين السلعاوي بنت كابتن السلعاوي موجوده في امريكا وبتدرس برضه في جامعه نورث كارولاينا امريكا. يعني اول مره نشوف في البنات ده، اول مره نشوف ان احنا عندنا محترفات بره وبنجيب وعقود. موضوع جو جديد برضه. ما هو طبعا هو طالما في منتخبات وطالما في معسكرات وطالما في بياخدوا بطوله فبتبقى نظره الناس ليهم
اوقع وبيسافروا بيعملوا معسكرات ومسارات وديه، فبالتالي بيتعرفوا وبالتالي بناء عليه بيطلبوا ان هم ياخدوا المنح دي وبيسافروا بره. يعني مفيش واحد كلهم بيرضي لهم من الجو جديد يا كابتن موسى. يعني برضو احنا في البنات كنا يعني في الولاد نلاقي ده جاي له عقد بره، ده مش كل شفنا في الطايره عبد الله عبد السلام واحمد صلاح راحوا اقوى الدولات في اوروبا. الولاد باسكت كان عندها طارق الغنام على طول مطلوب بره، واحمد واسماعيل احمد واسماعيل احمد شفنا محترفين كتير، سمير جوده شفنا. البنات قطاع السيدات يمكن اول مره نشوف كده. ما بقول لحضرتك لان الفتره اللي فاتت دي لو انت حضرتك هتلاقي في منتخبات كتير 16 و18 و19 لعبوا كتير صحيح. وبالتالي اتشافوا وبالتالي بقت العين عليهم مره بدري بعكس بقى الفترات القديمه ما كانش فيه بطوله افريقيا مثلا، هتلاقي مره ولا حاجه الناشئات خدوها، انما دول ما شاء الله عليهم بياخدوا بطوله وبعدين كالاول مثلا فرقه واحده بتسافر دلوقتي بقى فرقتين بيسافروا عن افريقيا، فبالتالي اتعرف وبناء عليه بياخدوا المنح دي صحيح. استفاده ليهم هم من ناحيه الدراسه وفي نفس الوقت بترفع مستواها من ناحيه الرياضه كانت بتلعب باسكت صحيح. خليني برضو يعني اخد من كلامك اسال الدكتوره، الاحتراف في البنات بيبان في حاجات معينه، يعني مثلا المحترف دايما يحب يقعد، يعني يقول له انت مصاب يقول لك لا انا كويس، يا عم انت رجلك مكسوره يا ابن الحلال يهديك يرضيك، لا انا عايز العب. تلاقي دايما اللاعب المحترف عايز يلعب مش عايز يسيب الملعب، ده موجود في فرقتنا ولا لا؟ ايه جدا فعلا موجود جدا، وبيبقوا مهتمين ان هم يقوى عضلاتهم، يدخلوا جيم كل يوم، يعملوا ريكفري كويس كل جدا يوم. كل يوم بتخش الجيم كل يوم قبل التمرين كل يوم ممكن تيجي مثلا لوحدها مثلا الصبح. كان اول مره اشوف ده في فرق البنات على فكره. لا لا جدا ويعني ما شاء الله ما شاء الله ريم في الحته دي هي ممتازه. انت عارفه يا دكتوره دايما انا اقول ايه، ان الدكتور عنده انا اعرف الفرقه هتكسب ولا لا اروح اسال الدكتور، اخده على جنب كده يا دكتور اللعيبه عامله ايه، في فرق يروح للدكتور النبي يا دكتور شوف لي اي حاجه اي حاجه خلينا نتكلم يعني فاهم انت فاهم يا كابتن والنبي بص انا عندي عندي جزعه فمعلش انا بص مش قادر. فاول ما تلاقي الزباين بتوع الدكتور كتروا في الفرقه يعرف ان الفرقه دي مسلمه بأمل، بس ده مش في النادي الاهلي طبعا. لا مش في النادي الاهلي، ده مش في النادي الاهلي، انا بتكلم على الفرق الاخرى يعني لا فعلا يعني عندنا العكس يعني بيحصل ريكفري كويس، بيهتموا بنفسهم اكلهم الاسترتشات يا دكتور جدا بقى بيهتموا بيها. بيسمعوا كلامك ولا بيقاوموك يا دكتور خلصت تمرينك هات الاسترتشات ربع ساعه انا عايز اروح؟ في البنات بس الاسترتش دمه تقيل قوي على اللعيبه. لا بس احنا وراهم انا وكابتن ايهاب مفيش هزار، مفيش هزار خالص. كابتن ايهاب بيفضل واقف انا بشوف بياخد الربع اللي في الملعب ده يعني 10 دقائق كده ربع ساعه في اخر التمرين لازم استرتشات وتلج. يعني مفيش زباين عندي كتير؟ لا كله تحت السيطرة، يبعد الإصابات بسادي يا رب اللهم امين. انا عايز برضه اسال الموضوع ده مش عندكم يعني لا ما تبصيش للدكتور يعني انا بقول هو مش موجود في النادي الاهلي بس عايز اسمعه منك، بتحسوا انت يعني في اللاعبات انتوا بتقعدوا تتكلموا مع بعض ممكن لاعيبه تبقى متعوره ومتخبي عن زمايل عشان ما تقعدش، الكلام ده بيحصل فعلا ولا لا؟ بيحصل بتبقى من اسمها دواء مين؟ طبعا ريم موسى كانت لسه صباعها مين؟ ريم موسى مثلا صباعها وجعها، هاله برده كانت شاده ومعظم بقى فرقه منهم شادين والناس كتير بقى فرقه شاده بس خلاص هي بتفضل ما بيقولوش ما بيتكلموش وحتى تلاقي اللعيب مش عادي بعد كده بقى برافو عليك تلاقي اللعيبه من دي راحت ربط وما تجيلكيش تقول لك ربطيني. لا وانا بعرف بتعرفي ها؟ والله بعرف برافو عليك شكلك مسيطره. لا لا وانا انا بعرف يعني انا بحس بيهم جدا برافو يعني بعرف عايشه معاهم جدا. وبعدين دكتور هيام يعتبر اختنا فاللي هو ممكن اقول لها فهي محدش هيعرف خلاص طالما انا قلت لها هي هتتصرف. صبرانه خبت عليك كاتب على فكره رنا من الناس الملتزمه جدا باين عليك جدا وبتسمع الكلام قوي. انت سنه كاميرا؟ انا اولى عماره هندسه. انت مهندسه؟ لا ده تعالي لي بقى انا بقى مهندسه نقعد بعد الحلقه نقعد نجيب بقى المسطره التي ونقعد نشتغل بقى. بس برافو عليكي ده موضوع صعب قوي ده عذاب اليم. الحمد لله. انت بتلاقيكي انت يعني انت لسه اول سنه اعدادي؟ لا انا دخلت اولى اعدادي. ما شاء الله. طب وعديتي من غير مواد بامانه ولا؟ يعني ماده كده بس ما فيش مشكله. المهم عديت. كنت بشيلها. طب يعني البنات عندهم دراسه
عايزين جوابات الجامعه. طبعا في تعاون في الجامعات والمدارس معانا ولا الدنيا؟ لا 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 في صحيح يمشي معاهم يعني حتى ورقه النادي في جامعات هتقول لك عايزه قرار وزاري، عارفه قرار وزاري التدريب؟ عارفه طبعا لا بس لا 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 عادي بيمشي الجواب عادي، لا ما فيش بيبقى في تعامل وبياخدوا بالجوابات النادي الاهلي بختم النادي الاهلي بتمشي الدنيا لانه عارفين كويس قوي ان الجواب اللي هيطلع يبقى فعلا رنا عندها ماتشات يبقى اكيد عندها ماتشات. بالظبط بالظبط. ربنا يوفقك يا كابتن مشير، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني. احنا بس يعني هنطلع فاصل عشان نستقبل الباقيين بس بشكرك مؤقتا لغايه ما نقطع التورته مع بعض وناكلها بعد الهوا ان شاء الله. ان شاء الله. رنا نورتيني وشرفتيني وانا سعيد بيكي جدا جدا قبل ما تبقي لعيبه مميزه مهندسه كمان، برافو عليكي ماشيه في الاثنين كويس. الحمد لله. يعني كابتن موسى بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني. وسعدنا بك الله يخليك. عزيز على قلبي جدا يا كابتن موسى. شكرا يا كابتن عيسي. دكتور ايهاب نورتيني وشرفتيني. ربنا يخليك. وانا سعيد بيكي جدا جدا وعايز اشوفك مع فرق الولاد قريبا عشان تظبطي لنا الدنيا هناك. ان شاء الله. وتظبطي الدنيا وانت قدها. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هنروح فاصل قصير عشان ارجع استقبل بقيه نجمتنا ابطال كاس مصر المره الثانيه على التوالي.